ويا هلا، ببساطة شديدة لو انت هتبدأي كروشيه انت مش محتاجة اي حاجة غير بكرة خيط وإبرة بس، مفيش اي حاجة تاني، وفعليا مش مضطرين ابدا ان انتوا يعني تجيبوا خامات كتيرة، تجيبوا إبر، مقصات، مش عارف ايه، كل الحاجات دي هتيجي مع الوقت. وتعالوا هوريكم، يعني انا شخصيا حتى الشنطة دي انا اللي عاملاها، مش فارق خالص يعني. اهي دي كل الابر تقريبا اللي انا امتلكها، في بعض الابر تانية موجودة في شغل، يعني هقول لكم ايه هي. تمام، وشوية ابر تنظيف هنا وشوية ابر ضفاير برضو جات مع الوقت، لكن مش هي الاساس. اوكي، ببساطة جديدة انا اول ما ابتديت خالص ابتديت بالابرة دي، ابرة، تعالوا بقى نشيل الزحمة دي هوريكم حاجة حاجة. هي الابرة دي ابتديت بيها، ابرة رقم 3، كانت معايا من ايام المدرسة، يعني كانوا في محاولة ان هم يعلمونا، وطبعا تعرفين ما بيعلموش اصلا، فهي الابرة دي الوحيدة اللي اشتريتها، واشتريت معاها بكرة خيط وخلاص. ولكن انت عشان تبدأي بلاش تبدأي بالابر دي، الابر دي هي اللي كانت متوفرة في ايامنا احنا، طبعا مش عتيقة قوي، ولكن يعني مكنتش اعرف عن الكروشيه حاجه. هاتي النوعيه دي من الابر، الابر دي حلوه وبتعيش كتير، يعني دي معايا من يوم ما انا ابتديت اصلا، ابتديت في 2013 كانت موجوده معايا هي وابره رقم 4، وما كانش معايا اي حاجه تاني غيرهم. المقص حتى اشتريته بعديها بسنين، يعني انا كان المقص بتاعت البيت بتاع الشعر ده هو اللي انا كنت بستخدمه، فهي بس مقص وابره كروشيه وخلاص على كده. واي بكره خيط، التركايه مش في الشغلانه دي كلها، التركايه في ان انت تستخدمي خيوط في البدايه تكون سميكه تمام او متوسطه السمك، ودي هتمشي مع ابره رقم 5 هتبقى كويسه قوي، ولو متوسطه السمك ابره رقم 4 من الابر الالومنيوم وبس. وابتدي بسم الله وابتدي اشتغلي. كل الحاجات اللي هتشوفيها فيما بعد اثناء الفيديو ده هي زياده، يعني مع شغلك ومع ان انت هتتطوري هتبتدي تحتاجيها. زي ايه؟ زي القصافه دي، زي مثلا هتحبي تجربي احساس الابر الخشب، هتحبي بعدين تستخدمي ابر الايميجرومي او ابر صنع العرايس، ودي ابر صغيره قوي سنها صغنن، فهتبقي طبعا عايز تشتغلي الشغل اللي هو الدقيق قوي ده، فيعني هتكوني عايزه تجربي هي شكلها ايه، نظامه. اكتر ابر بتعيش هي الابر دي تمام، ما تجروش ورا الابر اللي هي ليها ملمس سيليكون مش عارف عامله ازاي، دي بتتقطم مع الوقت تمام، زي كده دي بتتقطم، في النهايه بيكون شكل الابره كده، يعني في الاخر انت بترجعي للاصل بتاع الابره. يعني من الافضل ان انت تشتري الابر اللي هي الاساسيه، وبلاش تروحي على الابر اللي هي السيليكون الا لو كانت قبضتك ضعيفه ومش بتقدري على ملمس ده، ايدك بتتعب منه، فهاتي معلش السيليكون مش مشكله، هي مش غاليه ابدا تمام. الابر دي لو انت حابه توفري هتجيبيها. اوكي، الصيف يحب الخيط الاقطان، حاسه ان الخيط رفيع بزياده ادمجيه على فتلتين واشتغلي، او هاتيه سميك من الاصل وريحي دماغك تمام. لكن مش محتاجه اي حاجه غير ابره عاديه والمقص وخلاص على كده، وبكره خيط، وكل الحاجات اللي انت شفتيها دي مش مهمه ابدا، هتيجي مع الوقت. لو يعني حابه ان شغلك يكون بيرفكت قوي هاتي ابر التنظيف تمام، ده النوع اللي هو معدني، والنوع البلاستيكي طبعا معروف بالنسبة للجميع وكتير قوي منكم بيستخدمه تمام، والنوع السميك منه ده مش هتحتاجيه قوي الا لو كنت هتشتغلي بخيط التيشيرت او الكليم، او تشتغلي مثلا بخيوط اللي هي الحبال بتاع المكرمية، وده كله طبعا في البدايات افضل ان انت تستخدمي الخيوط الطبيعية اللي هي بكرة خيط اقطان، بكرة خيط صوف، وتبتدي تشتغلي. ومش حتما ابدا تروحي على الخيط الستاندر، روحي على الخيوط اللي هي الاستوكات اللي هي سعرها بيكون ارخص شوية، واغلبنا دلوقتي بقى بيشتغل بيها وبس، يعني مش محتاجة اي حاجة تاني، هي الحاجات اللي انت شايفاها دي وبس خلاص، هي بكرة خيط ونفس السيستم، يعني بنفس تمن بكرة الخيط هتشتري مثلا ابرة، وتشتري ابرة تنظيف لو انت حابة وخلاص على كده، مش اي حاجة. يعني انا في 3 سنين استخدم
الابر اللي هي بتاعت التنجيد دي بتاعت ماما، وخلاص على كده، ما كنتش بستخدم حتى ابر تنظيف، فعادي جدا. وسنين طويله هو شغاله في المجال، وابتديت كمان ان انا ادخل على عالم التريكو، وفعليا انا شغاله في الكروشيه التونسي اكتر من الكروشيه العادي، وكل ده وما عنديش خامات كتير كبكر، حب ان انا اجمع بكر كتير، لا، البكر اللي عندي على حسب المشاريع اللي انا هشتغلها بالفعل، وده بيوفر كتير في جيبي وبيوفر كتير عليا ان انا احس بالتشويش والضغط النفسي ان انا عندي بكر بس مش بستغله وبروح اشتري جديد. تمام، برضو ما عنديش خامات كتيرة من ناحية الابر دي شكلها حلو عشان مقبضها عامل ازاي، لا، هي اهم حاجة الشغل اللي انت هتطلعيه من الابرة، مش الابرة ولا شكل الابرة ولا كل الجمال اللي انت بتبقي شايفاه في الاول ده. مقص شكله حلو، يعني المقص مثلا ده انا اشتريته من كام شهر فات، شوفوا انا شغالة من 2013 لسه شارياه من كام شهر فات، ومش حتما ابدا تبدأي مثلا بيه. تمام، طبعا انه سعره اصلا اوفر في وقتها وسعره اوفر حاليا، ف يعني ده بيقص وده بيقص، ده كنت شاريه ب10 جنيه وده في وقتها كان ب100 جنيه. فالفروق دي مهمة، ان انت ما تصرفيش قوي في الاول، ابتدي اشتغلي على نفسك اكتر من ان انت تشتري خامات وحاجات شكلها حلو بس تركنيها على جنب. لو لسه ولو هتشتغلي كروشيه تونسي انت مش محتاجة غير ابرة رقم 5، تمام، او رقم 6 7، يعني الارقام دي على حسب ما انت ميولك رايحة للخيوط السميكة او الخيوط الرفيعة، تختاري ابرة من الثلاثة دول. تمام، حتى في التريكو يعني جبت مثلا ابرة سميكة وابرة رفيعة وبس خلاص، يعني انا ما روحتش لكميات ابر في الاول وما روحتش لحاجات شكلها حلو ومش عارف ايه، لا، هي الحاجة اللي تقضي لي الغرض وابتدي ان انا اتعلم فيها وابذل مجهودي، واشتغلت منه حاجات كتيرة جدا ولسه كمان شغالة في حاجات مختلفة، وده يعني الحاجات دي كلها انتقلت بعد شغل الكروشيه العادي، ابتديت ان انا بقى ايه اروح لعالم الكروشيه التونسي واتخصص فيه، وبعدين ابتديت في التريكو تطريز الحاجات ديت. فهي بس البدايه بتكون بحاجه بسيطه قوي، وبعدين نبتدي يعني خلاص حبيتي الشغلانه، حبيتي الطريقه، حبيتي القعده مع قطعه كده وتحلمي معاها وتشتغلي فيها فتره طويله، لانه شويه الكروشيه فيه تفاصيل، فالاول تعرفي على التفاصيل وبعدين ابتدي بقى ايه، هاتي خامات وهاتي بقى حاجات جميله وكتري بقى زي ما انت عايزه وبس. ولو لسه اول مره تشرفونا، انا كريستال بعلمكم هنا كروشيه تونسي، مكرميه، تريكو، وتطريز، والكروشيه العادي، وشغل بابره الطنبور، وحاجات كتيره جدا. خدوا لفه عندي كده وشوفوا انتوا حابين تتعلموا ايه وميولكم رايحه لفين، واي سؤال اسالوا وانا هجاوبكم بفيديو. مع السلامه، باي.